خمس ست ايام متواجد مع محمود طاهر في كل جلساته وندواته، من الناس المؤيدين قوي لمحمود طاهر لانه في حقيقه يعني عمل انجازات كثيره جدا على مستوى كره القدم وعلى مستوى الاداره. وانا بقول يمكن ان دي بدايه موفقه لابناء من ابناء النادي الاهلي، ومع التزكيه بتاعتي لمحمود طاهر بقول ان الانجاز اللي عمله حسن حمدي واللي عمله محمود الخطيب انجازات كبيره جدا محسوبه لهم. وبقول ان نفسنا ان شاء الله الزحمه دي والناس الكتيره دي تبقى واقفه وتعود الجماهير للملاعب. عدم وجود الجماهير مفيش اي حركه، مفيش اي، وقلنا مقترحات كتيره للداخليه والوزير الشباب مفيش حد بيتجاوب، وكل واحد يصحى يقول لك الشهر الجاي الشهر الجاي الشهر الجاي. انا نفسي ان وزير الشباب والرياضه يركز في موضوع الجماهير. مفيش حته في العالم بتلعب من غير جماهير غير مصر، مفيش اي شعبيه واي جماهيريه ومفيش حب. ونفسنا بقى الشباب والرياضه انهم يركزوا معانا شويه، شباب مع الشباب، الرياضه مع الرياضه. اذا كانت شباب الرياضه كتير يدوا الرياضه بس، والشباب وزير جديد تاني، ايه المشكله؟ شكرا. رسالتك النهارده مهمه، حضورك يمكن بيدي رساله لكل اعضاء الجمعيه العموميه يا سمير بيه. اكيد اكيد، يعني انا راجل يمكن اخذ اربع بطولات 2006 و8 و10 و98 وواصل في الترتيب العالمي للسائد التاسع. وبعدين الله، ده انا كمان من ضمن الحاجات اخذ اربع اوسمه وشاحن نيل من السودان، الراجل كرمنا في السودان، حاجات كتيره جدا، كسبنا ايطاليا وهي بطله القاره، كل الحاجات دي محسوبه. نفسي الناس اللي موجوده في السوق الكروي اليومين دول يعرفوا ان احنا عملنا كتير قوي. الخطيب عمل، سمير زاهر عمل، كل الناس اللي موجوده عملت كتير قوي. فنفسنا ان شاء الله المرحله الجايه نفرح بقى، يعني بقول للهنا بوريده نفسنا نوصل كاس عالم، هتبقى عملت انجاز فرحه لمصر كبيره كلنا مستنيينها. شكرا.